مشاهدينا نحييكم من جديد. بدأنا بالتحقيقات والتقارير المختلفة، ولكن لأنه العالم الكبير الدكتور فاروق الباز كان على وشك السفر عشان كده استعجلنا الحوار معاه، لكن نعود للتحقيقات المختلفة والموضوعات المتنوعة. حالة جديدة للإصابة بإنفلونزا الخنازير بتخلينا نقول لابد أن نصارح الناس بالحقائق المتعلقة بهذه الإصابات، لأنه كمان بيساهم فيها الإهمال الشديد في المستشفيات. لو فاكرين لما كانت معانا وزيرة الصحة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي وواجهناها بالإهمال في المستشفيات، القتل الجماعي للمصريين في المستشفيات، يذهب المواطنون للمستشفيات للعلاج إلا في مصر يذهبون للموت. حالة جديدة للإصابة بإنفلونزا الخنازير، عصام عباس بالشرقية. في البدايه كان بيشتكي يعني من برد، كحه ورشح وبرد، بس جت والدتي اتصلت عليا وتقول لي ان هو تعبان، كل ما يجي يكح مش قادر ياخد نفسه، في حراره في سخونيه. خدت وطلعت على المستشفى، بس الكلام ده كان يوم الاربعاء. قالوا ده في اضراب، انا عارفه ان في اضراب يوم الاربعاء. ما لقيتش اي دكتور في المستشفى، فضلت مستنيه على ما جه دكتور في الاستقبال، كان دكتور عظام. الدكتور شافه فشخص الحاله على انه عنده رطوبه. ده يا دكتور انا مش قادر اخد نفسي، وكل ما اجي اكح مش قادر، واجيب نفسي للاخر مش قادر، وانا واقفه معاه. فالدكتور قال له ده رطوبه والم، هي بتعمل الالم دوت، وده مزقه. دكتور العظام خد العلاج شويه، مرتاحش، زاد الكحه، قلبت بنهجان، بقى لو اتعدل كده ينهج، لو نام ينهج، لو وقف ينهج، والحراره زايده. رجعت تاني على المستشفى، انا دكتوره في قلب المستشفى، بثق في المستشفى عن اي عياده بره. كان يوم الاحد، المفروض انه دكتور الصدر موجود، ما لقيتش دكتور صدر. طب يا ابله للتمريض اللي قاعده، اتفضلي يا دكتوره. قلت لها انا شاكه ان اخويا عنده انفلونزا اللي ماشي، او فيروس الاتش اي ان 1. فقالت طب روحي لدكتور البطنه يعرفه. رحت لدكتور البطنه، شافه، قاس الحراره لقاها مرتفعه، قال خلاص يا دكتور على طول محاليل، يعلق محاليل وياخد العلاج ويكمل في البيت. ولا طلب مننا تحليل، ولا بعت عينة للمديرية تتحلل، ولا حجزه ولا حوله. طب يا دكتور كده هيبقى خلاص؟ قال اه هيبقى كويس. خدت التامي فلو وعالجته في البيت، وقال المفروض ياخده 5 أيام. يومين بالظبط وتعب، رحت على المستشفى مش لاقي دكاترة غير الدكتور لسه بقى اللي ماسك جديد، شافه خلاص لبسه بقى الماسكات وخلاص، دي حالة بقى ايه، فيروس. طيب يا دكتور، طب ما الاسعاف بقى ليه الاسعاف مش راضيه تطلع يا دكتور؟ اتصرفي معاه. ليه يا دكتور مش راضيه تطلع ليه؟ قال اصل لازم يبقى فيه، عشان ينحولهم لازم المكان اللي هيروح عليه يوافق. قلت له يعني ايه يوافق؟ دي مش اي حاله، هو ده التعامل بقى مع وزاره الصحه؟ هو ده الاضراب؟ لو كان الدكتور من اول مره عمل له التحليل وبعته، مش كان زمانه بقى في المره اللي رحت لهم تاني في المستشفى كان زمانه محجوز، وكان هيموت في الساعه اللي ربنا قال عليها كان هيموت، بس كل واحد يعمل اللي عليه. حسب الله ونعم الوكيل فيه، في الدكاترة كلهم، حتى اللي رحت له العيادة حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، عشان هو واخد الجلوكوز من هنا وقلبه بقى مش عارفين نبطل قلبه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى ما قربوش عليه، حتى ما ادوش حقن، شيعوا الممر، والاتنين نايمين، الدكاترة نايمين، وكانت الساعة 11. لو هم في عيادة خاصة زي ما قلت لهم ما كانوش نام، جم بصوا وركبوا له جلوكوز. شكوتي لله أولاً وربنا ثانيا، والحكومة اللي هي مسؤولة، وزير الصحة ومسؤول والوزارة تبقى مسؤولين عن الكلام ده، اهو يحاسبوا الناس المقصرين، ان ده حق الطفل اللي هو هيتولد. قال لهم راعوا ربنا في اكل عيشكم، يعني حتى لو انتم مش بتقبضوا ولا اي حاجة، ده روح بني ادم، ده روح بني ادم، يعني اعملوا انقذوا روح بني ادم لوجه الله، مش عشان خاطر فلوس ولا حاجه. انا اقول ايه، هو مشي وخلاص، بس انا بقى بتهمهم ان هم السبب في كده، هم السبب في موت. يعني لو كانوا يشخصوا ولا عملوا حاجه ولا طلبوا تحليل، كانوا قالوا لنا مثلا ان ده اشتباه، طب روح للدكتور بره. يوم الثلاث بالظبط حوالي الساعة 11:30 بالليل، جت حالة شاب في حوالي 26 سنة،
كان جاي بضيق تنفس شديد جدا وارتفاع في درجة الحرارة، فطبعا شكينا ان هو ممكن يكون فعلا اشتباه من انفلونزا الخنازير، فبدأنا بالاسعافات الاولية ليه وحاولنا ان احنا ننقله في اقرب مستشفى صادر اللي هي في الزقازيق، وبنجهز الاسعاف عربيه الاسعاف. فطبعا يمكن في خلال حوالي نص ساعه بكتير كان الشاب توفى، ما لحقناش ناخد منه طبعا مسحه ولا نقدر نتاكد اذا كان فعلا ده اشتباه في انفلونزا الخنازير ولا لا. الاسم العلمي للانفلونزا الوبائيه، لانه خلاص الفيروس تطور، لكن لابد ان نصارح الناس، بالاضافه الى انه كل يوم بيتساقط عدد كبير ما بين مصاب وقتيل، لانه هنا الانفلونزا بتقتل البشر بهذا الشكل، الانفلونزا الوبائيه، ولابد ان نصارح الناس. بيدخل فيها زي ما قلت لكم اهمال المستشفيات، القتل الجماعي للمصريين في المستشفيات. طيب، تكليف واستبعاد تاني، بعض الذين تم استدعائهم لاستقبال المهندس إبراهيم محلب وتم تكليفهم تم استبعادهم بعد ذلك. الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي. دكتور فتحي أهلا بيك. أهلا بحضرتك أزواجي، مساء الخير عليك. مساء الخير دكتور فتحي. وأنت كنت قابلت المهندس إبراهيم محلب؟ لا، ده احنا بنتكلم على احنا قابلنا طبعا المهندس ابراهيم محلم يوم الاربعاء الماضي الساعه 5:30، ده كان الاعتراض على وزير الزراعه الدكتور ايمن ابو حديد. معترضين ليه بقى؟ اولا احنا طبعا في اخفاقات كثيره في وزاره الزراعه. يعني انتوا ذهبتم اليه للاعتراض؟ يعني قابلنا يوم الاربعاء، وبالفعل على فكره احنا قاعدين، كان قاعد معانا الدكتور فعلا محمد عبد المطلب، كان قاعد معانا في الريسبشن، كان موجود فعلا يوم الاربعاء يعني في نفس اليوم ده. بس كان موجود ايه؟ كان معتصم ولا موجود؟ لا، ما احنا ما اعرفش بقى دي، وكان قاعد الراجل عادي وبيتكلم عادي جدا، وما يعني ده، لكن انا بقول لحضرتك فعلا هو كان موجود يوم الاربعاء، والسيد المهندس ابراهيم احنا قابله بالفعل، قابلنا قبل ما يقابلنا. كان الوفد مكون من رئيس نادي اعضاء هيئه البحوث مركز البحوث الزراعيه، وكانت جبهه حمايه الفلاح، والنقابه العامه للفلاحين والمنتجين الزراعيين المهندس فريد واصل، وكان نقابه العاملين بالزراعه المستقله، ونقابه البنك، وكلنا طبعا قدمنا الملف. بس طبعا بسرعه الوقت وسرعه استجابه المهندس ابراهيم محلب لنا للقائنا، ما كانش فيه ملف كامل الموضح طبعا. المهم ان هو استقبلكم، لكن ايه يعني بايجاز، يعني لماذا تعترضون على وزير الزراعه وتذهبون الى رئيس الحكومه المكلف بتشكيلها لمقابلته حتى يعني لا يعينه ولا يكلفه؟ ايه اهم الاخطاء التي وقع فيها؟ اولا تطور في قطاع الزراعه، وعدم وجود خطه او رؤيه عنده لتفعيل دور مراكز البحوث الزراعيه. انت مثلا مساحه الوادي الجديد بتمثل 46% من مساحه مصر، دي فيها 9 باحثين، وفي عندك 10,000 باحثين في مركز البحوث قاعدين في القاهره. الحاجه الثانيه ان هو بيحارب الفلاح البسيط، يعني هل يعقل انا راجل في بنك رئيس نقابه يوافق على زياده سعر الفائده على الفلاح البسيط المتعسر من 5% ل 18%؟ لولا هاجمت وطلعت يعني على الفضائيات اعترضت على هذا القرار ولغى القرار تحت ضغط، اما الفلاح اللي مش قادر يسدد 5% يرفع الفايده ل 18%. سيادتك يرفض مقترح بيحقق العداله الاجتماعيه بين المزارعين، كان هيوصل سعر الفايده للفلاح البسيط ل 1% فقط دون ان تتحمل الدوله او البنك شيء. طيب، وايه تاني؟ ايه اهم الاعتراضات تاني؟ ايه اهم الاخطاء؟ اهم الاخطاء طبعا لما يطلع يقول، لما تيجي نشره التلفزيون المصري يقول التصريحات الرنانه العشوائيه الغير مدروسه، لما يطلع يقول ان انا هستصلح 18 مليون فدان، وسيادتك انا متابع الدكتور طارق قطب بيقول لك ان الراي ان المصاد ازمه صد النهضه قد تضر 2 مليون فدان، اما وزير يطلع يقول ان انا هستصلح 18 مليون بدون اي يعني عنده حجه ولا بدون اي حاجه، يعني ازاي هذا وزير مسؤول؟ يعني انت عايز تقول شيكات بدون رصيد يطلق وعودا وهميه؟ طب انا اقول لحضرتك حاجه، يطلع يقول يصرح برضه يقول ان انا هعمل مراقصه عالميه لاعاده هيكله الوزاره والبنك، هستعين ببيوت خبره دوليه.
يعني هل يعقل يعني انت ما عندكش خطه وتيجي النهارده تقول انا بطور وانت طالع تقول ان انا هعيد الهيكله وهجيب بيوت خبره دوليه هيكل قطاع الوزاره؟ يعني هل يعقل برضه يا استاذ وائل ان وزير كان ممثلا لمصر في عام 2008 في اتفاقيه تبادل المعلومات والاصناف الزراعيه مع اسرائيل والنهارده في بعض الناس اللي بتقول لك اصل كان سياسه نظام، انا بقول ان سقط وصار الشعب على نظامين فاشلين، سواء السياسه القديمه اللي كانت بتستخدم التطبيع او سياسه الاخوان الفاشلين الارهابيين. بس هو دايما يقول انا ما طبعتش ولم اسافر الى اسرائيل. لا، سافر الى اسرائيل وهناك صور متصور فيها في معهد شيمون بريز للسلام. احنا في مرحله الاستقلال الوطني على يد المشير عبد الفتاح السيسي طبعا اللي انحاز للشعب في 30 يونيو، والمفروض ان احنا يا استاذ وائل نبدا مرحله جديده وان يتم تغيير من خضع على هذه السياسات الفاشله. انا بتمنى ان طيب احنا الحقيقه بنحاول نجيبه ولكن هو لا يرد على تليفونه، وايضا زي ما حاولنا الاتصال ايضا بوزير الري دكتور محمد عبد المطلب ورفض التعليق. يعني طب اتفضل. انا بتمنى يا استاذ وائل يجي يواجهنا ويجي لو في حلقه مواجهه ونطلع كل تصريحات. لا، ما هي بشفافيه، يعني حجه في مواجهه الحج. انتوا بتقولوا انه هذه الاخطاء التي وقع فيها، انه يقدم وعودا وهميه، يقول انا هستصلح مش فاهم كم مليون فدان، وده ليس صحيحا، انه يعني كان احد رجال التطبيع مع اسرائيل. في نقطه يا زوائد، اتفضل. النهارده ده كفايه بس شركه النوباريه لانتاج البطول النوباسيل اللي راحت ببلاش بسبب فزعه الاستثمار وفزعه التحجيم الدولي. موضوع نوباسيل ده بس ده كارثه. اللي كان فيه مداخله قبل كده الاستاذ طارق خليل مع حضرتك في كان في ظل وجوده، ده كارثه. تخيل ان شركه المفروض قدرت ب 6 مليار تتباع ب 52 مليون. ده كارثه في حد ذاته. ده الراجل واخدها ببلاش المستثمر السعودي، هو معنى وتيجي تتكلم يقول لك فزعه استثمار، فزعه تحكيم دولي. التحكيم الدولي لا يبنى على الفساد، لما يكون في شبهه فساد يعني ده كارثه في حد ذاتها. انا نفسي اتمنى من سيادتك تتبنى موضوع نباتيد، لانه بالفعل موضوع خطر جدا. وقصه الاستثمار حضرتك تتبنى ان مش اي استثمار، مش معنى ان انت كده. طيب المهندس ابراهيم محلب استمع اليكم ولكنه كلف الوزير بالبقاء في منصبه كوزير للزراعه. وبعد ما قابلنا قابل الدكتور عبد المنعم البنا، لكن للاسف طبعا ما كانش فيه نصيب ان هو طبعا يجي. لكن انا بتكلم وانا بدي حضرتك مثال يدللك على هذا الرجل الدكتور. انا ما بنتكلمش مع شخص. انت حضرتك تتذكر، هو طبعا يطلع يقول انا الشباب وتمكين الشباب. تتذكر حضرتك ان كان في لقاء لحضرتك مع زميلنا الاستاذ محمود عمر نائب رئيس النقابه في وجه البحر الابلي، كان الاستاذ سيد دابس اللي كان اداله 3 ايام بسبب تهكم السخريه على جماعه الاخوان المسلمين. كان رئيس، وحضرتك يعني كنت عامل مداخله معاه وقلت له ما فيش لائحه بتقول التهكم. هو طبعا كان بيحابي جماعه الاخوان المسلمين. هل يعقل ان هو الوزير يعتمد، وان طبعا عارف القصه دي واحنا كنا بنتدخل في قصه رفع الجزء عن زميلنا محمود عمر، هو يجدد له فوق سن 60 ويوافق على التجديد ليه بالرغم طيب. بتاع الفيوم يحقق خسائر لمده 3 ايام. نبقى نناقش ده معاكم في وقت تاني بشكل اطول. دكتور استاذ فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية الزراعي، بتوجه لك بالشكر. هي دي ملاحظات على وزير الزراعة. كمان كنا بنناقش الحرس الجامعي وقلنا انه كل يوم هنشوف جامعة من الجامعات نسأل فيها هل من الافضل عودة الحرس الجامعي اللي هتشوفوه دلوقتي. ذهبنا الى جامعة المنصورة وطرحنا هذا السؤال. حرس الجامعة يعني حماية لمنشآت الجامعة أولا، ثم الطلبة، ثم العاملين، ثم أعضاء هيئة التدريس، هو الأمن والأمان بالجامعة. وإحنا من يوم حرس الجامعة
ساب الجامعة والجامعة منفلتة من طلابها وعامليها وأعضاء هيئة التدريس المنتمين للإخوان المسلمين. أنا معاها جدا يعني بالنسبة للي احنا شفناه بعد ما حدث الجامعة ساب الجامعة، بقول احنا أنا معاها بالثلث كمان، مش لأن شفنا مهازل. طبعا بيحصل مشاكل من الطلبة، وطبعا الطلبة غير يعني ايه، بيحصل مشاكل جدا جدا في الجامعة، منشآت حكومية ومنشآت الجامعة لنا لأولادنا والأولاد أولادنا، وطبعا ضروري نحافظ عليها جدا جدا جدا، وطبعا يعني حاجة هامة جدا في هذا الوقت بالذات. أنا قلبا وقليلا مع عودة الحرس الجامعي إلى محراب الجامعة، ولكن بضوابط، بحيث أن هذا الحرس يكون له مسؤوليات واضحة وليس له شأن بالطلاب أو بالتقارير لتعيين أعضاء هيئة التدريس. الحرس المدني مش بيهتم قوي بالموضوع زي مثلا حرس الجامعة. حرس الجامعة بقى في شدة شوية في التعامل، في شدة شوية في مثلا في الأمن بتاع الجامعة اللي داخل واللي خارج، لكن الأمن المدني ما بيبقاش بنفس الكفاءة دي. الحرم الجامعي ما كناش حابين نبقى الشرطة موجودة فيه زي الأول. كان قبل كده السنين اللي فاتت كان يعني كانت بتبقى موجودة في أي وقفة للطلاب بتتجمع حواليهم وكده، بس فاحنا كنا عايزين يعني اللي احنا ده الحرم الجامعي ما يخش الشرطة. لو حرس الجامعة يرجع بس في احترام للطلاب واحترام للناس احنا معاه. لو هو ضد، لو هو هيرجع بقسوة ويرجع معاملة الطلاب معاملة سيئة وهيلم العاطل مع الباطل يبقى بلاش. انا مع الامن يبقى متشدد، الامن بتاع الجامعة يعني الامن يبقى فرض سيطرته على الجامعة، اللي هو الامن اللي هو الامن الناس المدنيين اللي هم كانوا واقفين، بس هم يبقوا جداد يعني لو في اي حاجة هم يعرفوا يتصوروا يتصرفوا، بس مش معنى الداخلية ترجع تاني. بننتقل من قضايا مختلفة، بس قضية الحرس الجامعي كل يوم هنجيب لكم جامعة من الجامعات، نحاول أن نستطلع رأي الجامعات والمجتمع أيضا حول هذه القضية. زي ما قلت لكم في اتجاهين، اتجاه بيقول أنه بسبب الأوضاع اللي بتعيشها مصر نعم نحتاج للحرس الجامعي، لكن في اتجاه تاني بيقول لا داعي لإعادة ما يمكن أن نسميه الأجهزة سيئة السمعة التي التصقت في الأذهان بأنها تعيد الدولة البوليسية، لأن الحرس الجامعي في وقت من الأوقات كان يقوم بكتابة التقارير عن الطلبة وعن الأساتذة، لكن في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتعيشها مصر، في ظل محاولات جماعات إرهابية لاستخدام الجامعات، المسألة هنا قابلة للنقاش ويمكن أن تناقش بشكل مجتمعي. طيب هننتقل لنوران في الصف السادس الابتدائي. شوفوا بقى لما تلاقي الأخصائية الاجتماعية تعاقب تلميذة بقص شعرها. طبعا ما يتعلق بالتعليم والمدارس في غاية الأهمية وغاية الخطورة. إزاي أنا أخصائية اجتماعية تعاقب تلميذة بهذا الشكل؟ وهل ده موجود في لوائح المدارس وفي لوائح وزارة التعليم؟ أعتقد بأنه هذه القضية تستحق اهتماما، لأنه ده معناها أنه أنا بعتدي على الطالبات وأعطي لنفس الحق في عقاب الطالب أو الطالبة بما لا يتناسب مع اللوائح. كمان ده نوع من الاعتداء البدني، نوع من الاعتداء البدني ونوع من التخويف ونوع من الترهيب. أعتقد بأنه وزارة التربية والتعليم يجب أن تتدخل. أنا كنت بلعب مع واحدة صاحبتي، التوك وقعت مني فكنت عاملة دورة عليها، فواحدة صاحبتي راحت جت قالت لي ايه ده، تلاقي الحصة دلوقتي ايه الفسحة خلصت تعالي نطلع يلا عشان المستر عايزة علينا. فايه انا جاية اطلع هما يسبقوني على الفصل عشان كان ساعتها ايه كنت عاملة اشوف التوك. فايه راحت الاخصائية شافتني
قالت لي ايه اللي مسايبه، ليه مسايبه شعرك؟ قلت لها انا مش مسايباه، ده التوكه وقعت مني. قالت لي لا والله. قلت لها لا، ما فعلا التوكه وقعت مني. راحت قالت لي طب ماشي، مسكتني من ايدي ورحنا ايه رحنا الفصل اللي هو المكتب بتاعهم. طلعت كيس من الدرج وايه كان فيه مقص على المكتب. راحت ايه قالت لي إيه لفي. قلت لها ليه الف؟ قالت لي لفي، قالها سقطك. رحت لفيت. بعد كده مسكت المقص وقعدت ايه تقص شعري. بعد ما قصت شعري كانت بتحط في الكيس. بعد كده راحت قالت لي روحي على الفصل الا اقول لمستر عماد ان هو يسقطك. ببص في شعرها لقيت شعرها متبهدل، قمت خدتها ورحت على القسم، دخلت على مين الشرطه قلت له، فدخل للظابط. الظابط وانا بكلمه بيحسدني مهرج ولا حاجه، قال لي وريني البنت. اول ما شاف شكل البنت وشعرها مقصوص متبهدل قال لي اعمل لها محضر، وعمل لي المحضر وخد اقوالي بالتمام وثبت حاله شعرها في المحضر. وبعد ما خرجت قمت جاي على الموقع وزاره التربيه والتعليم، قدمت شكوى رسميه بما حصل بالظبط بالتفصيل. وقمت الكلام ده كان يوم 20/12، يوم 21/12 قدمت شكوى رسميه في النيابه الاداريه وخدت قرار استلام من النيابه الاداريه وسمضوني يوم 21. ويوم 22 اول يوم عمل رحت لمديريه التربيه والتعليم وسلمتهم شكوى رسميه. وكنت ويوم الخميس اتصلت بناس في الاداره التعليميه بلغتهم باللي حصل. فعرفت يا ايام الامتحانات بقى اللي في واحده راحت موجهه من الاداره التعليميه للمدرسه عشان تشوف اللي حصل، فقالوا لي ده بنتك ما كانتش موجوده، فاحنا اتكلمنا مع النظره ومستني لما تيجي. فبعد كده هو تم الموضوع اتفتح ورحت سالت في النيابه والمحاضر، فوجئت اللي الموجهه دي لما راحت وعرفوا اللي هي قدمت شكوى قام معلش في اللفظ بقى البهوات المدرسه بلغوا الاخصائيه اللي تروح المستشفى تعمل جواب مرضي، لانهم بلغوني اللي هي كانت غايبه يوم الثلاث والاربع والخميس كانت تعبانه والجمعه والسبت تعبانه، وقامت راحت المستشفى يوم الاحد. طب اللي تعبان مش تعبان وحالته مستحمله المستشفى يروح الصبح بدري؟ لا، دي راحت بعد الساعه 12 بعد ما عرفت الموضوع والدفاتر اتغيرت وغيبوها. واول مره وغيبوها رحت نيابه القاهره الجديده يوم السبت اسال المحضر، قالوا لي يتحفظ عشان اداري. وقمت بقى عملت تظلم للمحامي العام لنيابه شرق القاهره بيوم السبت اللي فات برقم 118 لفتح التحقيق تاني. كانت حياتها النفسيه تعبانه وتقول لي تيتا انا في كهرباء في لساني، لساني بيتقل مش قادره اتكلم. اقول لها ليه؟ تقول لي انا خايفه ده باعتين لبابا وقالوا ان هم مش هيسيبوني، مش قالوا هشوف، قالوا مستحلفين كل المدرسة مستحلفة لنوران. وده بقى طبعا عشان خاطر النظرة جت رجلها في الشكوى وفي المحضر بتاع الشرطة، يعني مش الأخصائية بس، فقالت إن النظرة جت وبابا قال ما عملتش أي إجراء مع الأخصائية. قص شعر تلميذة عقابا لها، اعتداء بدني وجسدي ومحاولة ترهيب، على وزارة التربية والتعليم أن تحقق في ذلك. مسلسل قتل المصريين المسيحيين للأسف نضطر لهذا التوصيف الطائفي لأنه يتم استهداف المسيحيين بشكل كبير على أساس طائفي وعنصري ودموي وهمجي. المسلسل ما زال مستمراً. سلامة فوزي بين الحياة والموت أيضا تعرض للاعتداء اليوم، شقيقه مكرم فوزي معانا. أستاذ مكرم أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أنا مسلم إن شاء الله أخوك يوم بالسلامة، بس قولي يعني المعلومات اللي جات لكم كيف تم الاعتداء على أخيك سلامة فوزي في ليبيا؟ هو كان في بنغازي الساعة 7 الصبح لما يفتح الدكان دخل عليه واحد ملتم، اما يسألوا على انواع الخضرة اللي عندهم الخضرة، وعطى بقى وشه للطاولات بتاع الخضرة، وراح ما سلط عليه الرصاصة ضربه في عنقه من ورا. رصاصة في 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 العنق؟ في العنق. سكنت جوا، لا طلعت، ما طلعتش يعني، حتى بعد الفحص والاجراءات في العملية ما طلعتش، وهو بين الحياة والموت. واحنا دلوقتي مستنيين ان هو بس ان يسفروه لنا او يجي او يسهلوا لنا الطرق بتاعته بحيث ان هم يدوه لاخواته ويجي. طيب مكرم في ليبيا بقاله كم سنه؟ سلامه يا فندم.
سلامة قصدي في ليبيا بقاله كام سنة؟ قاله 6 أشهر وعامل إقامة ودخل شارع يعني مش متسلل ولا هراب ولا حاجة. هو فاتح محل إيه هناك؟ خضرة ساعات. طيب جات لك معلومات إنه أيضا على أساس طائفي، يعني هم بيستهدفوا المسيحيين؟ ما اللي هو بالنسبة لهم المنطقة اللي هناك، هم اخواتي هناك لهم 7 سنين المترددين المية، واجازتهم بيسلموا بعض اجازة الاقامة دي سيادتك 3 شهور، يقضي 3 ويروح اخوه ينزل، وهو خلص الدي سيادتك من هنا وراح معاهم بحيث ان هو دي 6 اشهر ما نزلش. عارفين المنطقة اللي هناك وعارفين ان هم بعتلوا الناس دي على ان هو مسيحي من الانصار دي. طب انت عندك كم اخ هناك في ليبيا؟ سيادتك ميلاد فوزي وموسى فوزي وسلامة فوزي. طيب بعد اللي حصل ما ترددوش شوية وقالوا نرجع مصر أحسن بعد ذبح 7 من المصريين من المسيحيين على أساس طائفي أيضا؟ أيوة، أنا بالنسبة لي أنا كمان بالنسبة لأخوهم الشقيق الأكبر أن أنا قلت لهم كانوا خلاص ما يصفوا على النزول، ما كانوش هيقعدوا تاني. أيوة، على ذمة أن أنا قلت لهم موضوع التصفية دي بنغازي مش هتخلي. طيب حالته الصحية لما سألت من شوية، انت بتقول بين الحياة والموت، بس قالوا لك ايه الحالة الصحية؟ هو دلوقتي سيادتك تحت الاجهزة وربنا يتولاه. وزارة الخارجية اتصلوا بيكوا قالوا لكوا حاجة؟ لا، ما فيش حد يا فندم سأل. بالنسبة حوالينا على القناة العربية بالسلطات الليبية الأبلة فاطمة، واتكلمنا زي كده برضه نفس المداخلة دي هي، ولا فيش حاجة. طيب سلامة كم سنة سلامة فوزي؟ 24 سيادة كمان. 24 سنة. هو متجوز؟ لا لسه ما اتجوزش. حاصل على ايه؟ تعليمه ايه؟ دبلوم صناعة. دبلوم. انتوا منين اصلا يا استاذ مكرم؟ احنا من مركز صمالوط، دير صمالوط، قرية اسمها الشيخ كلادة. احنا شايفين صورة اخوك اهو بين الحياة والموت، ربنا يشفيه يعني، لانه الحالة في غاية الخطورة. ندعو له جميعا وربنا يشفيه، لانه الحقيقة مسلسل قتل المصريين والاعتداء عليهم يعني اصبح مهزلة لا يمكن السكوت عليها. كمان بشوف تصريحات الحقيقة المسؤولين الليبيين، يعني انت عاوز تخبي ايه؟ انت عاوز تخبي وتخفي انه التنظيمات المتطرفة اختطفت ليبيا وانها بتستهدف المصريين على اساس طائفي وتستهدف المسيحيين على اعتبار انهم بيتهموهم انهم كانوا جزءا من الانقلاب في مصر حسبما يسمونه يعني. يعني هنا استهداف المسيحيين عندهم في اسباب طائفية، لكن كمان في اسباب سياسية، لانه تنظيمات القاعدة والإخوان في ليبيا يتضامنون مع الإخوان في مصر. طيب أستاذ مكرم بتوجه لك بالشكر وربنا يرجع لك أخوك بالسلامة إن شاء الله. شكرين يا فندم. شكرا يا فندم. شكرين. ما فيش شك أنه طيب هل سنصمت إزاء ذلك؟ هنقول للمصريين ارجعوا، هيقول لك طيب ولقمة العيش؟ هتقول له ما انت بتموت هناك؟ هيقول لك ما انا بموت هنا وبموت ببطء لانه ما فيش شغل. طب كيف نحمي المصريين؟ طب نعمل ايه مع السلطات الليبية؟ والسلطات الليبية نفسها يعني تحاول ان تجمل الاوضاع، يعني لما بتسمع كلام المسؤولين الليبيين بما فيهم كلام السفير الليبي في مصر محاولة لتجميل الاوضاع وكأن ليبيا ليست مختطفة من قبل جماعات التكفير ومن قبل تنظيم القاعدة، وكأن استهداف المسيحيين المصريين بهذا الشكل لا يزعج أحد. وبعدين شايفين بقى حالة الصمت في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، اللي كانت دايما لما كان يحصل استهداف جماعي للمسيحيين في أي مكان كانوا يقيموا الدنيا ولا يقعدوها، لكن لأنه هم يتحالفون الآن مع تنظيمات الإسلام السياسي ومع القاعدة ومع كل التنظيمات التكفيرية بيستخدموها ويقولوا خلاص المهم إنها تبعد عننا وتنفذ عمليات بعيد عننا وتبقى مشغولة بهذا الشكل في الصراع في أوطانها، فدفعوا بها إلى سوريا وليبيا ومصر، وده المخطط
انه سيناء كانت تكون زي ليبيا كده وزي سوريا، لكن 30/6 انقذت مصر. استاذ خالد الزير ابن عم الصياد اللي اطلق عليه الرصاص في المياه الإقليمية السعودية وهم يطالبون بجثته. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بك يا سهيل، الفل. طيب خلينا هنا يعني نناشد السلطات السعودية، لانه يعني خلاص الواقع حصلت والجميع تعامل معها، ان في مجموعة من الصيادين كمان اللي بيدخلوا على المياه الإقليمية، فهنا تم اطلاق الرصاص عليه واصيب، والخارجية المصرية يعني بتتعامل مع الموضوع شوية، انت شايف انهم بيتعاملون باستهانة يعني. لكن ايه اللي ما بيرجعش الجثة لغاية دلوقتي؟ لحد دلوقتي تواصلنا يا استاذ وائل مع وزارة الخارجية، وزارة الخارجية السعودية بتخاطب بالوزارة الخارجية المصرية بان احنا لازم نتنازل عن مستحقات القتيل. لازم نتنازل، هو كأنها مساومة. احنا بنتواصل مع الجالية المصرية هناك، مع رئيس الجالية المصرية. يعني دي جمعيات اهلية. الجمعيات الاهلية بتنشط من خلال اسهل العمل الحكومي والعمل التنفيذي. ومن هنا انا من خلال برنامجك يا سوائل انا بناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بسرعه ارسال الجثه، لان هنا كل الناس تعبانه. وكمان بناشد الفريق المشير فتاح السيسي بالتدخل الفوري، يعني حفاظا على كل الفقراء المصريين وعلى الناس الضعفاء اللي ما لهمش حد يدافع عن حقوقهم يعني. ودي املنا في ثوره 30 يونيو. طيب الـ يعني ان شاء الله يصل صوتك، لانه الحقيقه يا جماعه يعني الناس فكره تشييع الجثمان عندنا في مصر تحديدا وعند المسلمين، يعني تشييع الجثمان قضيه مهمه. الراجل مات لكن عاوزين نشيع جثمانه، والناس عاوزه تدفنه في التراب المصري، عايزين يستعيدوا الجثه. خلينا صوتك يصل ان شاء الله الى خادم الحرمين الشريفين والى المسؤولين في السعوديه، وايضا الخارجية المصرية تحاول أن تفعل شيئا يعني. تمام ربنا. قول لي، هو بيشتغل هو عامل صياد على مركب. صياد على مركب. ومالوش ذنب في أي حاجة يعني، هي سلطات السعودية طلعت على المركب، لكن هو عامل طلع يتفرج، جات له رصاصة كده يعني طايشة، لكن هو مالوش أي ذنب في أي حاجة، ده هربان من الفقر والمرض عشان يجيب له ياكل ويقوم متعيش في ضيفة. فده كان مصيره الموت. واحنا بنقول دايما اكرام الميت دفن، واستاذ وائل زي ما حضرتك تفضلت، وربنا يسمع صوتنا بس المسؤولين ان شاء الله. انا واثق انهم سيستجيبون لطلبكم، لانه يعني انه الجثمان يتم نقله من السعوديه الى مصر، ده ابسط المطالب، ويجب ان تتدخل الخارجيه المصريه لذلك. واعتقد انه ان المسؤولين السعوديين سيستجيبون ايضا. وحكاية بقى نشوف مشاكل الصيادين في الدخول للمياه الإقليمية، لأن الحياة بتنجب عنها مآسي وكوا. لكن في كل الأحوال يعني ما يطالب به الأهل هو إعادة الجثمان وإعادة الجثة. أستاذ علي بتوجه ليك بالشكر. خلونا نشوف في الجزائر. انتوا عارفين انه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه هيدخل الانتخابات لفتره رئاسه رابعه. كان في جدل شديد، كان في احتجاجات من قبل البعض، لكن في قطاع كبير من الجزائريين يؤيدونه على اعتبار انه يعني اعاد الامن والاستقرار للبلاد. ده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، وعلى اعتبار انه واجه ارهابا مسلحا وعمل فكرة انه كيف تتم المصالحات على اساس صحيح، انه الناس تعلن التوبة ازاي وتعلن حالة المصالحة وتندمج في المجتمع، ونجح في تحقيق ذلك. لكن تعالوا نشوف في احتجاجات من قبل بعض الجزائريين، استنادا الى انه ولاية رابعة كتير، واستنادا الى انه ربما الحالة الصحية للرئيس الجزائري لا تسمح له بذلك. دي بعض الاحتجاجات من الجزائريين. ديجاش سيستم
هنا دي احتجاجات بعض الجزائريين، لكن زي ما بقول لكم في المقابل في قطاع كبير من الشعب الجزائري يؤيد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وحتى لما كان معايا الأستاذ حمدي قنديل في إحدى الحلقات هو من المتحمسين بشدة للرئيس الجزائري، وقال إنه حقق نتائج كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الإرهاب، بالإضافة إلى إنه كمان حقق نتائج سياسية واقتصادية. ده بعض المعترضين. في المقابل في قطاع كبير من الجزائريين يؤيدون ترشحه، خاصة زي ما قلت لكم دي الولاية الرابعة للرئيس الجزائري. كمان لما تأتي هذه الولاية بعد الحديث عن سقوط عدد كبير من الحكام العرب، هذا الجيل القديم عدد كبير منه سقط، فهنا بعض الجزائريين ربما يتعاملوا مع انه ولاية رابعة كتير، لكن زي ما قلت لكم قطاع كبير بيتعامل عن انه ما زال يجب الاستناد للرئيس الجزائري كصمام امان في المجتمع. تعالوا نشوف، نختم بالأغنية التي أثارت جدلا شديدا، أغنية كاتي بيري. وده يعلمنا أنه شوفوا لما نغضب، حينما يغضب المسلمون عن حق، وحينما توصل رسائل احتجاج بوسائل حضارية وبوسائل سلمية، هنا كاتي بيري تراجعت عن، أو ربما هي ربما الشركة المنتجة، لكن في كل الأحوال تم التراجع عن مشهد أثار جدلا شديدا هي بتظهر في الأغنية. هي ملكة فرعونية بيقدم لها الملوك والأمراء الهدايا ويحاولون مغازلتها واستجلاب رضاها ويقدمون الهدايا لها. هي ما بيعجبهاش، كل شخص لا يعجبها بتحوله إلى تراب. أحد الأشخاص وهو يتحول إلى تراب كان لابس قلادة أو سلسلة فيها لفظ الجلالة الله. هنا المسألة مهينة، غضب البعض من ذلك والغضب كان مشروعا. هي طبعا كان عندهم تفسيرات، لكن كمان طب ليه هذه السلسلة وليه لفظ الجلالة وباللغة العربية بهذا الشكل، مما أثار غضبا كبيرا. الغضب أدى في النهاية إلى حذف هذا المشهد، مشهد بسيط لكن حذفوه. تعالوا نشوف، نشاهد جزءا من الأغنية قبل الحذف ونشوف إيه اللي حذفوه. So you wanna play with magic, boy you should know what you're falling for, baby do you dare to do this, cause I'm coming at you like ده المشهد اللي تسبب في غضب المسلمين. وطبعا هنا يجب أن يغضب كل أصحاب الديانات السماوية، والغضب مشروع، ولما يكون الغضب مشروع وتستخدم وسائل سلمية ده أدى في النهاية إلى إلغاء هذا المشهد، وهي اعتذرت، بالإضافة إلى أنه كمان الشركة المنتجة اعتذرت وتم حذف هذا المشهد من على المواقع الإلكترونية. تعالوا نشوف بقى الأغنية بعد حذف هذا المشهد الذي أثار الغضب المشروع لكل المسلمين ولكل أصحاب الديانات السماوية. Let's rage. And here you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me a right.
نعم للفن ولحرية الإبداع، لكن إلا الذات الإلهية، إلا المساس بالأديان السماوية. لذلك كان الغضب مشروعا وسلميا وحضاريا، فأدى إلى علاج المشكلة ببساطة شديدة، وإلى علاج هذه الكارثة يعني ببساطة شديدة، لأنه في كوارث مماثلة أنتوا عارفين يعني تم فيها، يعني حالة الغضب امتدت إلى إشعال النار هنا وهناك، وامتدت إلى العمل العنيف. لكن لما يبقى عند الناس شجاعة الاعتذار وإنه تلغي المشهد بأقصى سرعة بهذا الشكل، أعتقد أنه ده عالج الموضوع ونزع فتيل الانفجار. غدا حلقة جديدة إن شاء الله، تصبحون على وطن. وبعد الفاصل هنعد لكم تاني التحقيق التلفزيوني أو التقرير الذي شاهدناه عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، تجاوزات كثيرة ومتعددة، بالإضافة إلى قضايا وقعوا وسقطوا فيها.